كوبين من هذا المشروب، سيعملان على تنظيف الكبد وتخليصه من كل الدهون المتراكمة حولها. ستتخلصين من كل مشاكل بشرتك، وأيضا سيزيد معدل طاقتك ونشاطك خلال اليوم. عمل وصفتنا المنظفة للكبد. سنحتاج للليمون الحامض، سنحتاج لنصف ليمونة، سأقوم بعصرها أولا للحصول على العصير. سنحتاج لخلاط كهربائي، سأضع فيه كوب من الماء. ثم سأضيف العصير الليمون الحامض. ثم سأضيف رقائق من النعناع، هي الأخرى رائعة جدا لتخليص الكبد من الدهون وأيضا لتخليصه من السموم. سأضع يعني ورقات، وضعت 5 ورقات صغيرة من النعناع، يمكنكم إضافة المزيد إن شئتم. ثم سأضيف العسل لتحلية الكل. ثم نخلط الكل جيدا. ثم نقوم بتصفية الكل لإزالة أي شوائب. سنحصل على مشروب رائع بهذا اللون. سيعمل هذا المشروب على تنظيف الكبد من السموم وأيضا من الدهون المتراكمة حوله، ويرفع من كفاءة عمله. سنشرب هذا المشروب بمقدار كوب صباحا وكوب مساء، يعني مرتان خلال اليوم، وخلال فترة قصيرة ستشعرون بتحسن كبير جدا. سيعني يزداد معدل طاقتكم، ستحسون بخفة ونشاط، أيضا ستحصلون على بشرة رائعة جدا جدا، وستخلصون من كل المشاكل التي تعانون منها. هو مشروب رائع جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.